وللحديث أكثر عن أحداث وتداعيات اغتيال الاحتلال الصهيوني للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء أداء عملها، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام عدنان الصباح. أهلا بك معنا أستاذ عدنان. أهلا بكم، حياكم الله. أستاذ عدنان، يعني الاحتلال الصهيوني تعليقا على مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة قال إن النيران التي استهدفتها صادرة من المقاومين الفلسطينيين، قبل أن يتراجع بطبيعة الحال رئيس أركان الاحتلال ويقول إنه لا يعرف الجهة التي أطلقت النار. يعني كيف تقرأ هذا التصريح وهذا أيضا التراجع من قبل الاحتلال برأيك؟ أولا الرحمة لروح الصحفية الرائعة شيرين أبو عقلي والشفاء للصحفي الأخ علي صمودي الذي يعالج في المستشفى الآن. ما أود قوله أنه قبل دقائق قليلة الاحتلال تراجع للمرة الرابعة عن روايته ونقلا عن صحيفة هارتس الإسرائيلية التي قالت أنها تنقل عن تقرير وعن تحقيق أعده جيش الاحتلال وقال فيه أن شيرين أبو عاقلي وزملائها كانوا بعيدين عن مرمى النيران الإسرائيلية 150 مترا وأن وحدة دفدفان الخاصة في الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال أطلقت عشرات الرصاصات باتجاههم وأن شيرين أعدمت برصاصة من عيار 5.54 مليمتر التي أطلقت من بندقية M16. هذا اعتراف صريح وعلني من قبل جيش الاحتلال بأنه هو من أقدم على اغتيال وإعدام الصحفية شيرين أبو عاقلي، وبالتالي يعني انتهت كل روايات الثلاث الأولى وتنقلات من رواية إلى رواية أخرى وأعلن رسميا عن أنه السبب في اغتيالها. يعني إلى ماذا يدل هذا التخبط؟ أولا هذا الاحتلال يعني دأب على ذلك، ليست شيرين أبو عاقلي المرحومة شيرين أبو عاقلي هي الأولى في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، بل فقد قبل نصف قرن اغتال هذا الجيش المجرم الصحفي والكاتب الشهير الشهيد غسان كنفاني، ثم اغتال الشاعر راشد حسين، ثم اغتال الكاتب ماجد أبو شرار، ثم اغتال السينمائي المصور هاني يعني جوهري. نعم، مسلسل الاغتيالات لربما لم يتوقف ويعني نتمنى أنه يتوقف فعلا. الاتحاد الأوروبي سيد عدنان أدان مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة لكنه لم يوجه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، بماذا يمكن قراءة هذا الموقف الأوروبي؟ أولا الاتحاد الأوروبي وكل دول أوروبا وبريطانيا وأمريكا جميعا أدانوا الاغتيال، حتى أمريكا أدانت الاغتيال، ولكن المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية قال ردا على أسئلة الصحفيين أنه يثق باستقلالية التحقيق الإسرائيلي وبأن إسرائيل قادرة على إجراء تحقيق مستقل وشفاف وهم بانتظار هذا التحقيق. صحيح أنهم طالبوا مشاركة فلسطينية بهذا التحقيق ولكنهم أشاروا بوضوح إلى ثقتهم بلجان التحقيق الإسرائيلية وبنتائج هذا التحقيق. هؤلاء لا زالوا يكيلون بمكان كما هو الحال دائما حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين أو بالعرب بشكل عام. وأمريكا التي تتباكى اليوم، أعتقد أن الجميع يعلم أن أمريكا أكثر دولة أعدمت صحفيين، وأعدمت صحفيين الجزيرة بالمناسبة في العراق ولا زال شعبنا يذكر، بل أن جورج بوش هدد بقصفها في أثناء اجتياح الحرب على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. استهداف الصحفيين، يعني لماذا هذا الاستهداف؟ ما هي الخطورة التي يشكلها هؤلاء الصحفيين؟ هناك اعتقاد لدينا نحن واعتقد أن الإسرائيليين يحضرون لجريمة اجتياح جديدة في جنين، وقد وصفوها بأنهم بحاجة لها تشبه وتمثل تير ذلك الاجتياح الذي تلقوا فيه درسا لن ينسوه في مخيم جنين في عام 2000 في نيسان عام 2000. هم لا يريدون اليوم، يريدون إخافة الصحفيين، منعهم من الاقتراب، منعهم من نقل الحقيقة، منعهم من تصوير الجرائم القادمة، ونحن واثقين أن هناك جرائم قادمة في جنين وكل الوطن
الفلسطيني كما هو هي عادتهم، هم يريدون العبث في الفلسطينيين، والقاتل الأول الحقيقي هو رئيس وزرائهم الذي أعلن رسميا وعلى رؤوس الأشهاد أنه أطلق يد الجيش، جيش الاحتلال، ليفعل ما يشاء ضد الفلسطينيين، وهذا كان يعني أمام على الملأ. وبالتالي القاتل الحقيقي هو رئيس وزرائهم، القاتل الحقيقي هي حكومتهم، القاتل الحقيقي هي قيادتهم. اليوم نحن نعلم أنهم سيحملون هذه الجريمة البشعة لجندي أو اثنان أو خمسة، وقد يقدمونهم إلى المحاكمة، وقد رأينا محاكماتهم ونعلمها ونعرفها وخبرناها. تتوقع أن يكون هناك تمييع لهذه المحاكمات؟ سيد عدنان، يعني تتوقع أن يكون هناك تمييع وإضاعة للحقوق في هذه المحاكمات إذا؟ بالتأكيد، المطالبة أصلاً يعني مع احترامي لمن يطالبوا ولمن طالبوا بلجان تحقيق محايدة أو غير محايدة، عندنا مثل في لدى الشعب الفلسطيني يقول قالوا للحرامي احلف، قال إجا الفرج. هذا التحقيق بالنسبة للإسرائيليين حين يطالب العالم ونطالب نحن بالتحقيق، وكأننا نقول أن علينا أن ننتظر. ماذا ننتظر؟ الذين كانوا متواجدين مع المرحومة شيرين أبو عاقلي، ومنهم صحفية العالم كله شاهدها حين كانت تمد يدها كان يطلق الرصاص عليها، الشاب البطل الذي قفز من على السور لمحاولة مساعدة شيرين أبو عاقلي أطلق الرصاص عليه. صحيح. كان هناك وضوح شديد، تقرير بتسالم وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تقول أن الرواية الجيش كاذبة وأن داجها ممكن أن تطلق الرصاص على شيرين أبو عاقلي سوى الجيش الذي كان وحده المتواجد. شكرا جزيلا لك. لا اشتباك مسلح ولم يكن هناك أي وصلت أي دموع. وصلت الفكرة. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من جنين، رئيس مركز جنين للإعلام عدنان الصباح، شكرا جزيلا لك.